كما احتفل أبناء الكنيسة السريانية بصلاة عيد الإغطاس، فعلى الجهة الغربية ترأس سيادة المطران مارساويريوس ملكي مراد النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأردن والأراضي المقدسة الصلاة بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة ومشاركة جموع من المؤمنين. وعلى الجهة الشرقية ترأس قدس الأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة السريانية في الأردن الصلاة وخدمة تقديس الماء بحضور جموع أبناء الرعية. وفي الختام ألقى الأب شمعون كلمة روحية حول عيد الإغطاس الذي ظهر فيه الثالوث الأقدس مجتمعا في أرض الأردن، متمنيا الأمن والسلام للأردن وللعالم أجمع. حقيقة اليوم يوم فرح، نلاحظ الجموع كلها أتت لكي تأخذ هذه البركة، فنقدم شكرنا للرب أولا الذي نزل إلى أخفض منطقة في الأرض إلى نهر الأردن لكيما يصعدنا إلى السماء، لكيما يعطينا هذه البركات الروحية ويبارك بعماده عمادنا. نشكره ونقدم أيضا التهاني القلبية لصاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم ولصاحب النيافة وكافة الكليروس والشعب المسيحي قاطبة. ولا ننسى أن نشكر فضائية نورسات الأردن التي دائما تغطي احتفالاتنا المباركة. بارككم الرب وأعانكم وأعطاكم حياة مباركة، وأيضا كلنا اليوم أتينا ببركة ورعاية صاحب الجلالة المعظم الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يسهر دائما من أجل خدمة أبنائه الأردنيين مسلمين كانوا أو مسيحيين. نقدم له كل الشكر، ونتمنى أيضا لجلالته والحكومة الأردنية الرشيدة وكافة القائمين على أمن واستقرار هذا البلد، نتمنى لهم الصحة والعافية الدائمة، وكل عام وأنتم بألف خير. يسعدنا بهذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة القوات المسلحة ورجال الأمن العام اللي قاموا بتأمين كافة الأمور الأمنية، النواحي الأمنية، وداروا بالهم على جميع المشاركين بهذا الاحتفال، وكان احتفال مميز هذا العام. يسعدني أن أتقدم بالمباركة لقداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم، ونتمنى على قداسته أن يشاركنا هذا الاحتفال في العام القادم إن شاء الله. ونشكر فضائية نورسات اللي دائما تتواجد في كل المناسبات وتقوم بواجبها تجاه جميع الطوائف المسيحية.